الو الو اليوم اسوي لكم لحمه بعجينه كلش طعمها طيب كلش سهله بمناسبتهم تقريبا وصلنا الى عيد الحب فالنتاين هذا اك ماك دونا بيزا دونا بيزا ان هيل ماك لك ان اوك فور فان هارتشز باي زين بينه او بينه فالنتاين كومتي فور اونس اوك اتس لك. طريقه العمل واي خام بخينه حليب ملك Zoals het niet te groot glas, maar klein. Kijk eens, deze gaat. Deze is die kleiner. Harib. Oké. Klein lepel suiker. Gommer. 7 gram. Dat mag roeren ook. Olie. Kijk eens, 60 milli. En een rubber koep. Dan wordt het lekker zacht met de druk. Bloem. Dat is 1. En een 3. Dat is niet vol. Okay. En een snuffel zout. Voor je middag. هذا الشيء بس انا اتركها التخمه بتاعت مال العايشه انا اقوم معي تروح بقى نص بيت تشيك اوت دون ناس تكاخو نحضر اللحم عشان voorbereiden voor deze. En samen hadden we hier. Hij heeft tomatensaus, hij heeft veel dingen eigenlijk. Alle krakers. Meer is half. Oké. Denk het. Zo is het goed. هتخلي بطمة بهارات كراودة كان بيتشا زوت كان بيتشا اوك فلفل بابريكا دهن Olie ook. Bye. De vlees bij. Ook basilicum in de vriezer en die kraftjes wel met de billigvries. Ja. Oh
ماشي يقول لي خلينا نخيم بجري كنت كان اوك دي خبر اوك اكبت اوكي اسك انتهت سيت جو كلار لا باش اوكي اوكي نيي هاف ا لاست رايس كاوز يو اوف دو ما بلوم اوف ذا بلاتس دا هاف ا ديت نيتر فاست بلوكر We gaan snijden, soort van hart. We hebben een mal gedaan en daaromheen gaan we snijden zodat het hartjes van wordt. In je mond. Nu hebben we een hartje gevormd. بس خلي بالفرن من على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة. أم خلينا نوقف for 30 جربوها كلش طعمها طيبة. كلش طعمها طيبة وكلش سهلة and super simple to make probeer it zeker ook uit واشتركوا بقناتنا شكرا على المشاهدة